النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أكد رئيس غرفة التجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبد الله الناس أهمية العمل الخليجي المشترك كونه أحد أبرز دعائم التنمية الاقتصادية، ويعزز من الجهود المبذولة في سبيل النهوض بالتجارة البينية. جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء التشاوري 11 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي مع رؤساء الاتحاد والغرف الخليجية والمنعقد في الدوحة. وتطرق الناس إلى أهمية العمل على إيجاد قاعدة بيانات للتعرفة الجمركية المتكاملة وإنشاء نظام موحد للعبور واعتماد إجراءات جمركية موحدة وإيجاد نموذج موحد للبيانات الجمركية، بالإضافة إلى موائمة الأنظمة التقنية الجمركية الوطنية وتكاملها مع الاتحاد الجمركي الخليجي. تولي مملكة البحرين اهتماما كبيرا في تعزيز ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال للوصول إلى الأسواق العالمية. شهدنا مؤخرا العديد من المبادرات التي تشجع الحس الريادي لدى البحرينيين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف السيد حازم جناحي رائد الأعمال والمستثمر الملائكي. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. شهدنا مؤخرا مسابقة أفضل ستارت أب للعالم والتي أقيمت برعاية صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين ممتلكات وصندوق العمل تمكين، والتي كان نتاجها حصول شركتين على استثمار مباشر من ممتلكات. ما هي أهمية مثل هذه الاستثمارات وكيف تشجع هذه الخطوة ريادة الأعمال في البحرين؟ بلا شك الخبر اللي صدر أمس باستثمار شركة ممتلكات وهذا الذراع الاستثماري السيادي لمملكة البحرين بالتعاون مع تمكين صندوق العمل تمكين في أحد أو شركتين بحرينتين ناشئتين، خبر جميل جدا، وهو يعزز من البيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين واللي كانت تفتقر صراحة إلى العنصر التمويل أو الاستثمار الجريء البنشر كابيتال. فبلا شك هذه الخطوة خطوة جدا يعني سعيدة، وأكيد بتثلج صدور رواد الأعمال البحرينيين، وبتكون يعني محط تعزيز ثقة رواد الأعمال في مشاريعهم. وبلا شك وجود هذه المبادرات وإن شاء الله اللي سوف تتوج في المستقبل القريب إن شاء الله نشوف صناديق الاستثمار الجريء فنتشر كابيتال يتم إدراجها في بورصة البحرين ومن خلال دعم صندوق ممتلك صندوق السيادة لمملكة البحرين ممتلكات وصندوق العمل تمكين وغيرها من المبادرات الوطنية مثل صندوق الأمل، كلها بتعزز من بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين، وبتساعد هذه يعني هاي الخطوة في نشوء شركات لها وجود إقليمي بحكم قدرة هذه الشركات على يعني إعطاء الإرشاد المناسب للشركات المبتدئة. نعم سيد حازم، تشهد البحرين حقبة زمنية يتم فيها تشجيع ودعم رواد الأعمال من قبل عدد من الجهات الحكومية والخاصة أكثر من أي وقت مضى. برأيك ما سبب الاهتمام الكبير في هذا القطاع بالتحديد؟ هو طبعا البحرين بلد ولاد الأفكار الريادية، ويعتبر هو كونه في وسط الخليج وبيئة تعتبر نوعا ما صغيرة نسبيا بالنسبة حق دول الخليج الأخرى، فهي يعني خلينا نسميها يعني المكان الأفضل لاحتضان الأفكار الريادية، وهي تخص يعني بقدر كبير فئة الشباب. فطبعا إذا الحكومة بادرت بتعزيز البيئة التنافسية والبيئة الحضرية التنموية لريادة الأعمال بتعطي مجال أكبر لفرص استثمارية، تعزيز فرص الوظيفية للشباب البحريني، كلها بتكون إن شاء الله لها يعني صدى إيجابي أن يعني تطلع هذه المشاريع من هذه البيئة الحاضنة مملكة البحرين إلى
يعني البيئة الإقليمية سواء دول الخليج أو العالمية إن شاء الله في المستقبل القريب. نعم السيد حازم جناحي رائد الأعمال والمستثمر الملائكي، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الحكومة المصرية عقد اجتماعا مع جهات حكومية لمناقشة ما تم تداوله ونشره من أخبار مجهولة المصدر خلال الفترة القصيرة الماضية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية. وأشار إلى أنه في ضوء ما تم عرضه خلال الاجتماع من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023 وعدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة، فقد تم التوافق بين الحضور على أن يتم تحصيل الضريبة بداية من الموسم الضريبي في مارس 2025. والآن أترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.